لما كنا الحين قاعدة في الحارة اجت علينا فكرة انه احنا نطلع جنب البركة نروح نمس، واحنا قاعدين بالمس قلنا خلاص خلي مجدي هو اللي يكون شهيد، كنا نمثل انه رجع اراضينا ويستشهد، واستشهد حقيقي الحمد لله. صلى العصر طلع على حدود غاد، مش عارف في اي وقت هو استشهد، واخذوه وجانا الخبر بعد العصر، انصدمنا يعني لما عرفنا، اول شيء ما صدقناش، شفنا بكمال زعلان ومصيح، صدقنا الخبر وكلنا قعدنا نصيح، كل اصحابه قعدوا يصيح. انا كنت قاعد في الدار لما جاب ابوي قام بقول مجدي رمزي استشهد، قلت مين؟ قام بقول مجدي رمزي، رميت الجوال طفيت الجوال كلش ورحت اجري، صرنا نصيح الله يرحم. العلم حطيناه على مجدي في التمثيل، ولما استشهد في الحقيقه حطينا عليه كمان نار. بقول للعالم الدول العربية يا ريت كلهم يوقفوا معنا في حقوق الأطفال وحقوق الشباب الثائرين كمان. مجدي كان طفل بريء، يعني بحلم في حاجات كثيرة، يعيش بسلام وبحرية زي أطفال العالم، الحمد لله يستشهد. والحق طول ما فيه من وراء مطالب إلا يرجع، وهذا حقون هم سلبوها منا، سلبوها من أجدادنا من 70 80 90 سنة.